اسمي احمد مصطفى، منسق مشروع القسائم الغذائيه في مكتب ادلب. مشروع القسائم الغذائيه هو عباره عن دفتر قسائم غذائيه. الدفتر قيمته الحاليه هي 18,000. طبعا بدا القسائم هو مشروع بدانا فيه انه كان الدفتر 10,000. نتيجه الظروف المعيشيه اللي هلا صعبه وارتفاع الدولار، صرف الدولار، زادت قيمه الدفتر، يعني درجت ل 12,500، بعد مده صارت 15,000، وهلا 18,000 قيمه الدفتر الغذائي. بالنسبه لمشروع القسائم الغذائيه، طبعا هو متوزع ريفين، حلب وادلب. بالنسبه لتوزيع الدفاتر الغذائيه، طبعا هي وفق اليه معينه. الآلية المعينة هي نحن نتبع فيها الخطوات. طب أول شيء نأخذ إحصائيات بالنسبة لعدد الضياع، كم نسبة الفقراء المحتاجين الغير قادرين على العمل، وفق هالإحصائية بتم التوزيع عليهم. الحمد لله، يعني أنا متزوج عندي 5 أولاد بدون عمل لأني كبير عمر، ما عندي أولاد يشتغلوا، فأجت هاي اللي عم يعطوني شهرية الحمد لله قسائم قيمتها حوالي 18,000 ليرة، عم تسد كثير فراغ مادي موجود في حياتنا. يعني بنروح نحن في عدة دكاكين بالضيعة بالقرية، وممكن نختار أي مكان ونشتري جزء منه، مثلا مكان ثاني جزء منه، ما في أي مشكلة. عملية كثير سهلة وسلسة الحمد لله، وهذا عمل عظيم ورائع جدا، يعني عم تكون في منظمة بولينية. بالنسبة لموضوع الإحصائيات اللي على ضوءها بده يصير توزيع المستفيد، نحن نتعامل بكل قرية يوجد مجلس محلي أو جمعية بديلة عن المجلس المحلي، بيعطونا هن الإحصائيات، على ضوء هالإحصائيات بيعطونا إياها. في عنا فريق تاني، هالفريق هذا بيطلع كشف على الأسماء المقدمة لنا من المجالس أو الجمعية اللي عم تعاون معهم. على ضوء الإحصاء إذا كان المستفيد بيستحق، عم بتتم الآلية التوزيع للمستفيد. لا غير مستحق، هون نحن ممكن نستبدل الأسماء المستحقة بغير المستحقة. بالنسبة للمستفيدين، المستفيد طبعا وفق اطلاق شروط معينة اللي بيحصل على الدفتر، اللي هي ذكرناها مثلا بداية انه غير قادر على العمل، الفقراء، المحتاجين، ليس لهم دخل، او ما مثلا يكون دخلهم اقل من 6,000 ليرة سورية. نحن متوزع بريفي حلب وادلب. ريف ادلب مخصص له هي 3,000 دفتر، بالمقابل ريف حلب كمان 3,000 دفتر. بالنسبه للاحصائيات كم عدد المستفيدين كل شهر، طبعا هذا الشيء كل شهر. يعني بالنسبه للدفتر القسائم الشرائيه، يعني يختلف عن السله الغذائيه اختلاف كلي، من حيث السله الغذائيه المكونات الاساسيه ضمن السله الغذائيه هي ثابته ومحدوده، وبذلك المستفيد هو ملزم بالشيء الموجود ضمن السله. بينما الدفتر بيتميز عن السلة انه مجاله بالنسبة للمواد الغذائية اوسع، يعني في يستفيد هو بده يكون شامل، في يعني يستفيد من البقالية، من السمان، من الجزار، يعني من هالامور كلها، بحيث انه يغطي يعني حاجيات المستفيد الشهرية بشكل شهري. يعني بينما السلة الغذائية هو محصور بالمكونات اللي تتضمنها هي السلة. طبعا القسائم افضل بكثير، لانه الشخص اللي اي غرض بده اياه بيلاقي محل وبيشتري مثل ما هو بده، يعني وبتحيجه لكل الشهر. وبتمنى انه يزيدوا من كميه الدفاتر، لانه الاعداد كل ماله بزاده، وخاصه انه جو حرب والعالم بازدياد. بالخطه المستقبليه ان شاء الله، يعني نحن عم نسعى ونسعى بالنسبه بيننا وبين المنظمه، انه عم نطرح فكره انه يكون ان شاء الله يكون قيمه الدفتر اكثر. طبعا كون يعني الاعباء اللي عم تصير على المواطن، وبالاخص نتيجه ارتفاع سعر صرف الدولار، عم بصير عبء كثير على المواطن. نامل ان شاء الله بالمستقبل انه يعني تزيد قيمه الدفتر ان شاء الله، القيمه الماليه تزيد ان شاء الله، عدد الدفاتر بحيث ممكن تغطي يعني مستفيدين اكثر بالمرحله المقبله ان شاء الله.